عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إلهام أكرم من شركة Creative Group كورس Illustrator. النهاردة هنتكلم عن تول اسمها Gradient Mesh Tool. التول دي بيبقى شكلها موجود في التولز اللي عندي اسمها Gradient Mesh Tool. Gradient Mesh Tool دي بقدر أعمل بيها إيه؟ Gradient Mesh Tool دي تول بتساعدني في إن أنا أرسم وألون الأشكال اللي قصادي أو الأشكال اللي على النت مثلا، او اي رسمه انا عاملاها بالوان بحسها حقيقيه. تعالوا نشوف كده امثله ليها بس عقاده شويه. يعني مثلا واحد رسم الشخصيه دي بالمش تول، بدا ان هو يدي فيها اضاءات، بدا ان هو الالوان تسيح مع بعضها، الدنيا تبقى عندي احسها شويه الى حد ما بتبقى حقيقيه، بس طبعا برضو بتبان مرسومه الى حد ما، بس الدقة فيها عالية جدا. شايفين ده شكل المش تول بتاعتنا او شكل الجريدينت مش. بيبدأ ان هو يقسم لي الشكل بتاعي لخطوط بالطول وبالعرض، بيبدأ ان هو كل نقطة في الخطوط بتاعتي دي ابدأ اديها درجة لونية معينة تبدأ ان هي تسيح مع الدرجات اللي حوالي. تعالوا ازاي نعرف نقدر ان احنا نستخدم التول بتاعتي دي. لو انا جبت اي شيب كده شكل الدايره مثلا، جيت رسمته واديته لون ايا كان اللون بايه، شلت الاستروك ده، تمام. انا دي عايزه ابدا اتعامل معاها بالمش تول بتاعتي. بصوا كده لو جينا مسكنا المش تول بتاعتي والشورت كات بتاعتها يو، وهبدا اقول له اعمل لي خطوط كده بالطول وخطوط بالعرض عليه على الشكل التاني. هي الخطوط بالطول والخطوط بالعرض دي بحطها ليه او بعملها ليه؟ ببدأ ان انا احصر النقط بتاعة الشادو والهايلايت بتاعتي بشكل الكور. يعني انا مثلا عايزة اخلي الجزء ده النقطة دي مثلا تبقى واخدة هايلايت، واخدة ايه اضاءة مثلا شوية، فهاجي اقف عليها وابدأ اقول له مثلا خليني لونها لون افتح كده شوية. اوكي شايفين اتغير لونها ازاي وايه اللي حصل؟ الهايلايت بتاعي ده او الاضاءة بتاعتي اللي انا عملتها دي بدأت ان هي تنتشر فين؟ تنتشر من النقطة دي وتبدأ تسيح لحد الحدود بتاعتي دي، صح؟ لحد الحدود بتاعه النقط التانية. طيب انا كده عامله زي حصر للنقطه دي، انا قلت ان النقطه دي تاخد اضاءه، بس في نفس الوقت الاضاءه دي تبدا ان هي تندمج مع اللون التاني وما تطلعش بره حدود النقط الايه اللي انا محصراها بيها دي، صح؟ طيب لو جيت مسكت الدايركت سيليكشن تول واخترت مثلا النقطه دي انا عايزه اديها لون غامق، فدبل كليك كده مثلا واغمق شويه اللون الاحمر ده، فبدات ان هي تاخد ايه لون غامق، صح؟ اللون الغامق ده محصور ما بين عدد من النقط، محصور في النقطه دي من هنا لحد هنا ومن هنا لحد هنا، صح؟ وما تطلعش بره الحدود دي. لو جيت مسكت النقطه دي كمان واديتها لون كلر، بمسكها ازاي؟ بمسك النقط ازاي يا شباب؟ بالدايركت سيليكشن تول ببدا ان انا امسك نقطه نقطه وابدأ ان انا اغير الكالر بتاعي من كالر اوبشن. هنا بدأت ان هي من الكالر بيكر، وابدأ ان هي الاقي النقطة دي اخدت لون اغمق، اللون الاغمق ده ما بيعديش حدود النقط اللي حواليه التاني، صح؟ وهكذا. وحتى شايفين الجزء دوت فاتح الجزء دوت غامق، ليه؟ ما انا اديت النقطة دي بس بكالر، ما اديتش النقطة دي كالر ولا النقاط اللي بره دي، صح؟ ببدأ ان انا اتعامل بقى مع الشيب بتاعي بالشكل ده، ان انا اقدر اتحكم في كل نقطة اديها شادو وهايلايت. طب عايز اعمل سيلكشن على اكتر من نقطة، يبقى كليك على نقطة بالدايركت سيلكشن تول شيفت كليك، صح؟ وابدأ ان انا مثلا اقول لهم ان عايز الاتنين دول يبقى لونهم احمر غامق، نغمقهم شوية. بصوا اللي حصل، اديت النقط ايه لون غامق اللي هي اللي بره دي، بس النقطه دي ما اديتهاش، صح؟ فلسه فاتحه. فلو جيت وقفت ودوست عليها بالدايركت سيلكشن تول دبل كليك وغمقتها شويه،
مش اوكي، هلاقيها نقت هي كمان صح. هي دي بقى الفكرة في الجريدينت مش. الجريدينت مش ان انا بقدر ان انا اعمل شادو وهايلايت في اي شيب عندي لحد ما يبقى احسه شوية يبقى حقيقي، لان اي شيب عندي اللي بيخليه يحسسني ان هو 3D الجزء بتاع الشادو والهايلايت اللي هي المناطق الفاتحة والمناطق الغامقة، فبيبدأ يكون لي الجزء او الشيب بتاعي يبقى 3D صح. طيب هنا بيبدأ ان هو يحط لي الوان، بس الالوان بتاعتي ما بتبقاش محطوطة متلطخة كده، لا الفكرة هنا ان هو بيبدأ يسيح لي الالوان بتاعتي مع اللون الاساسي اللي عندي. طيب لو انا عايزة ابدأ ارسم صورة، الصورة دي موجودة يعني رسمة حقيقية وعايزة ان انا ابدأ امشي عليها بالجريدينت مش واخليها شبه الحقيقية اوي. تعالوا كده، عندي طريقة تانية كمان لذيذة اوي اقدر اتعامل مع المش تول بدل ما انا ارسم الخطوط بتاعتي. عندي ان انا لو جيت مثلا، تعالوا كده نجيب صورة، لو جيت قلت له اعملي بليس لصورة مثلا صورة الابل دي، صورة التفاحة، الصورة دي صورة حقيقية صح؟ انا عايزة الصورة دي ارسم واحدة زيها بس انا ابقى رسماها واخد نفس درجات الالوان بتاعتها دي. تمام؟ خلينا نعمل ايه؟ احنا عايزين نخلي الصورة دي لوك وتبقى فلير لوحدة. لو جينا كده فتحنا اللايرز بتاعتي، بانل اللاير بانل بتاعتي، لو ما لقيتهاش هنا هلاقيها في ويندو لايرز، اوكي تبدا ان هي تظهر. طيب هي كده انا عندي في اللاير دي شكل التفاحه وشكل الايه الدايره دي اللي انا كنت عاملاها صح. تعالوا نعمل لها ديليت او نحطها على جنب كده متبقاش باينه في الارت بورت بتاعتي، هي موجوده في اللاير بس مش باينه في الارت بورت بتاعتي. لو جيت وقفت دبل كليك كده على اللاير دي وقلت له اعملها لي تمبليت، اوكي، وقلت له الايمج بتاعتي مش عايزاها 50% عايزاها 100% عشان ما تبقاش خفيفة، قلت له بيبدأ ان هو يعمل لي لوك لللاير دي. ما اقدرش ان انا اعمل فيها اي حاجة، ما اقدرش ارسم عليها، ما اقدرش الون عليها ولا احرفها من مكانها. فابدأ ان انا اعمل لوك لللاير دي عشان انا مش عايزة احرفها من مكانها، وابدأ ان انا اعمل نيو لاير من هنا من كريت نيو لاير، فابدا ان انا اعمل نيو لاير في اللاير بانل بتاعتي، وابدا ان انا بقى ايه ارسم عليها او اعمل معاها ككل. طيب انا هاجي ارسم ريكتانجل كده لونه ابيض، ريكتانجل دوت الى حد ما يبقى ايه واخد هواية الصورة بتاعتي كده، اوكي لونه ابيض. طيب انا دلوقتي عايزة اللون الفريم بتاعي او الريكتانجل بتاعي دوت مش عايزة يبقى باين ليه لون ولا ستروك، فهبدأ اجي من الفيو ابدأ اقول له اظهر لي المربع ده يبقى اوت لاين بس، ده ايه اوت لاين بس. تمام، وهاجي اقول له اعمل لي للشيب بتاعي دوت حاجة اسمها الايه الجريدينت مش. طيب لو جيت قلت له اوبجكت كرييت جريدينت مش صح، بدأ ان هو يعمل لي ايه المش بتاعي او المش طول بتاعتي، يقول لي انت عايزة قد ايه رو وعايزة قد ايه كولم مش عارف. كل طبعا مزايد كل ما الدنيا كانت احسن صح، هقول له اوكي، فهيبدا ان هو يديني ايه المش تول بتاعتي بالشكل ده صح. طيب هي لسه ايه الشيب بتاعي لسه مقطي، انا عايزه اخليه ياخد شكل التفاحه بتاعتي دي صح. طب انا كده عملت المش تول النقط كترت عندي قوي، انا مش عايزه اعملها كده دلوقتي، ما انا عايزه اعمل ايه؟ عايزة ان انا ابدأ ارسم. طيب سوري الفريم التانجل بتاعي ده، اوكي، وابدأ امسك المش تول وابدأ اقول له اعمل لي مش تول في النص كده. تمام،
كده انا عندي لسه ايه نقاط بسيطة، 1 2 3 4 5 6 7 8 8 نقط ايه في الاطراف بتاعتي. هقدر ان انا اتعامل ان انا امسك مثلا النقطة دي وابدا اقول له النقطة دي بالدايركت سيلكشن تول كده خليها تبدأ من هنا، صح؟ النقطة دي خليها في النص تاني، النقطة دي تبقى تحت، اوكي، والنقطة دي تبقى تحت في النص، صح؟ والنقطة دي تبقى تحت هنا، والنقطة دي تبقى هنا، والنقطة دي تبقى هنا، ودي تبقى فوق هنا. عايز اتعامل بقى مع ال كيرفات بقى بالهاندل، صح؟ بالهاندلز بتاعتي. عايزة ازود نقطة هنا، بقدر ان انا ازود نقطة طبعا، ان انا ايه محتاج. جيت مسكت البنسل بتاعتي وابتديت ازود لي نقطة هنا، امسك الدايركت سيليكشن تول النقطة بتاعتي دي، وابدأ اتحكم في الايه في الهاندلز بتاعتي. الشكل ده لحد ما ايه اظبط الشكل التاني. انا عامله ده ايه، عامله له اوت لاين، عامله له فيو اوت لاين، مش عايزه البريفيو العادي، انا عايزه اشوف خطوط مش عايزه اشوف كلام دلوقتي، صح؟ تمام. طيب الى حد ما ايه ظبطنا الاطراف بتاعه التفاحه بتاعتي لحد ما، ماشي. انا كده شايفه الايه الاوت لاين بس، صح؟ هاجي اقول له يظهر لي حاجه كده اسمها النافيجيتور، النافيجيتور بتاعي ده يبدا يظهر لي الفيل كمان، صح؟ انا كنت عامله الفيل بتاعي ابيض، لما بدأت أعمله أوت لاين بس من فيو قلت له خلي البريفيو بتاعي مش بريفيو كده، لا خليه أوت لاين، بس لو جيت عملت بريفيو هيوريني الشيب بتاعي بقى لونه إيه أبيض، صح؟ لا أنا عايزة أقول له من فيو اظهر لي الأوت لاين بس، تمام؟ وهبدأ إن أنا أتعامل مع المش تول، هبدأ إن أنا إيه أزود خطوط كده بالعرض وبالطول. طيب أنا ممكن معملش كده كمان، ممكن أمسك الشيب بتاعي ده وابدا اقول له اعمل لي ايه جريدنت مش، هو خلاص معمول له جريدنت مش، هبدا ان انا امسك الجريدنت مش بتاعتي وابدا ان انا ازود ايه نقط كده بالطول وبالعرض. كل طبعا ما زادت النقط كل زادت الخطوط، كل ما بدأت ان انا اعمل الشكل بتاعي يبقى ادق. نحدد كده الجزء الهايلايت جرين، تمام. انا كده ايه عملت جريدينت ماشي، عملت مجموعه من النقط كتيره، صح؟ وبدات بقى ايه عايزه ابدا ان انا الون التفاحه بتاعتي بنفس الدرجات بتاعتها من تحت. ازاي ببدا ان انا امسك الدايركت سيلكشن تول، امسك بيها نقطه، امسك النقطه دي هاجي ادوس على الاي دروبر اللي هي الاي، وابدا ادوس لك على الجزء اللون القريب من النقطه بتاعتي دي، تمام؟ يبدا ان هو يختار اللون ده ويلون لي دي النقطه. ادوس كنترول هجيب لي السليكشن تول تاني اللي انا كنت مختاراها، اشيل ايدي من الكنترول يجيب لي الاي دروب فيدي للنقطه دي اللون اللي انا اديته بالاي دروب، صح؟ كنترول يجيب لي الدايركت سليكشن تول، اختار النقطه
اشيل ايدي من على الكنترول هلاقي الاي دروب، كنترول كليك اشيل ايدي على الكنترول اجيب الاي دروب، كنترول كليك اشيل اي دروب، كنترول اجيب لي الدايركت سلكشن تول، وهكذا. بصوا اللي بيحصل هنا، التفاحة بتاعتي هي بتتلون، بتاخد نفس الدرجات، بتاخد نفس درجات التفاحة بتاعتي، صح؟ افضل ان انا ايه ادوس كنترول كده كليك يقوم واخد لي الدرجات، صح؟ وماشية طبعا بالترتيب علشان الدنيا ما تبوظش مني او ما انساش نقطة. لو جيت وقفت على النقطة دي هلاقيها واخدة درجة خلاص، يبقى أنا عملت الجزء ده. لو جيت وقفت على النقطة دي هلاقيها واخدة أبيض، فأقول له لأ لونها لي. كنترول كليك اخد الاي دروبر لون. وهكذا بقى ايه لحد ما اخلص الشكل بتاعي كله. ببدأ بقى الاقي ان الشكل بتاعي اخد ايه نفس الدرجات الالوان بالظبط في كل منطقة، يعني مثلا المنطقة دي فيها جزء فاتح جزء غامق، ببدأ الاقيهم كلهم اخدوا نفس الدرجات. طب ما انت مش شايفة حاجة، ما انا عاملة هنا البريفيو بتاعي اوت لاين، اشوف الاوت لاين بس، والنافيجيتور دوت بيبدأ يقول لي ايه انا شغالة صح وانا ببدأ الون، صح؟ وهكذا هدوس بالدايركت سيليكشن تول اخد من الاي دروبر الالوان بتاعتي. طبعا اخد اللون القريب منه، طبعا كل ما النقط دي كانت اكتر كل ما اخدت درجات الوان اكتر في كل منطقة كل ما كانت النتيجة احسن. طيب تعالوا كده نشوف احنا عملنا ايه لحد دلوقتي. لو جينا عملنا فيو ريفيو العادي، بصوا ايه اللي حصل. ببدأ الاقي الالوان عندي اهي لحد ما مظبوطة، صح؟ بس طبعا انا لو كنت اخدت خطوط اكتر تطلع معايا الالوان مظبوطة اكتر، صح؟ يعني في حتت مثلا كان فيها الجزء الابيض ده كبير، صح؟ جيت قلت له فيو تاني يظهر لي الاوت لاين بس. وهكذا لحد ما اخلص الشغل بتاعي ده كله. طبعا هي هتاخد مني وقت، كل ما كانت نقط اكتر كل ما طلعت النتيجة بشكل احسن بكتير، لحد ما اخلص الشيب بتاعي ده كله. تمام. انا عندي هنا النافيجيتور، النافيجيتور هنا بيبدأ يظهر لي الالوان زي ما قلنا. لو دوست بريفيو هبدأ الاقي الالوان عندي بقت مظبوطة اهي. لو عايزة اخد درجات احسن ممكن انا ابدأ ان انا اعمل درجات ليا لوحدي بره، وابدأ ان انا اتعامل بيها اخد منها بشكل ايه سريع. عندي الاوبشن الثاني كمان اللي احنا قلنا ايه، لو انا عندي شيب
ألبس مثلا كده في بلون، بس أقول له بقى ألم لي بلو الفيج العادي، أقول له خد لي اللون مثلا الأحمر ده، وابدأ بقى إيه أنت اللي حط لي اعملي الأوبجيكت ده جريدينت، مش أنت اللي حط لي النقط. طيب عايزة النقط قد إيه؟ ببدأ إن أنا أتحكم كمان في النقط، أقول له 12 ولا 4، بص 4 قلت إزاي، 4 رو و4 كولم، فيبدأ يقل. طبعا كل ما زادت عدد النقط كل ما خدت درجات ألوان أكتر، كل ما الموضوع حسسني إن الحاجة اللي أنا بعملها دي أكبر، صح؟ أو شكلها حقيقي أكتر، تمام؟ زي مثلا شفت الراجل دوت، شايفين الجريدينت مش فيه قد إيه، والجزء دوت إزاي اتعاملنا مع الجريدينت مش إحنا نقدر إن إحنا ندخله نخلي جزء في الهاند بتاعتنا، نظبط الدنيا بتاعتنا، نظبط الحواس بتاعتنا، صح؟ كل طبعا ما زادت الخطوط كل ما اداني أجزاء رياليستيك أكتر أو فيها دقة أكبر، صح؟ طيب يبقى احنا كده النهارده اتكلمنا عن الطرق اللي احنا نقدر نتعامل بيها مع الجريدينت مش، بس طبعا هي محتاجة وقت بس ومجهود شوية، وهنطلع نتيجة حلوة جدا، بس نصبر وناخد درجات مظبوطة، نزود شوية الخطوط بتاعتنا والدنيا عندنا بتبقى جميلة. طبعا لو كانت الصورة طبعا تبقى ألوانها أحسن، ممكن نبقى نظبط ألوانها مثلا فوتوشوب بعدين ندخلها عشان ناخد منها درجات ألوان مظبوطة أكتر. كده نكون خلصنا النهاردة جزء الجريدينت مش، إن شاء الله نكمل مع بعض في الفيديوهات التانية باقي الشغل.